طيب، التقرير اللي معانا دلوقتي بيعبر عن رفض المعارضة القطرية لسياسة تميم الرعية للإرهاب ضد الرباعي العربي، فضلا عما تعرضت له المعارضة القطرية من تنكيل وسحب جنسية إزاء موقفها. تعالوا نشوف التقرير. ما زال تميم بن حمد يحارب بكل السبل لكي يصدر للعالم صورة مظلومية قطر وجور الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين على الدولة الخليجية. ولكن في خضم هذا اللغط الذي يحاول تميم تصديره للعالم، خرجت رموز قطرية وطنية لتعلن رفضها لممارسات النظام الحاكم في قطر ضد أمن واستقرار الدول العربية والخليجية. مع تفاقم الأزمة القطرية، خرج الشيخ سلطان بن سحيم ابن الشيخ سحيم بن حمد أول وزير خارجية لدولة قطر معترضا على ممارسات النظام القطري ضد الدول العربية والخليجية. سلطان أكد أن الحكومة القطرية ارتكبت أخطاء فادحة بحق إخوانهم في الخليج وهددت وجودهم وسمحت للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم في كل اتجاه. شخصية وطنية قطرية أخرى برزت بقوة على الساحة العربية والخليجية بعد تفجر الأزمة القطرية هو شيخ قبيلة آل مرة طالب باللاهوم، وذلك بعد أن قام النظام القطري بسحب جنسيته بالإضافة إلى 50 شخصا آخرين من قبيلته فضلا عن مصادرة أموالهم. وجاء التعسف القطري ضد الشيخ طالب لموقفه الرافض لسياسات نظام تميم، والذي أكد أن ما قام به النظام القطري أمر لا يقره العقل. الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري شيخ قبيلة شمل الهواجر أعلن هو الآخر عن رفضه واستنكاره لتصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكدا أن ما تقوم به الدوحة من أعمال وممارسات تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج. وردا على الموقف البطولي للشيخ شافي الهاجري، قام النظام القطري بسحب جنسيته مع مجموعة من أبناء قبيلته. الأصوات الوطنية المعارضة لم تتوقف عند أفراد الأسرة الحاكمة، بل مثلها أهل الفكر والثقافة، منهم الشاعر القطري محمد بن فطيس المري المعروف بشاعر المليون، وهو أحد أبرز الرموز القطرية الذين عارضوا ممارسات النظام القطري ضد جيرانه في الدول العربية والخليجية. وهو الأمر الذي دفع الحكومة القطرية إلى سحب الجنسية منه أيضا. رموز وطنية قطرية عدة تقف بكل ما أوتيت من قوة في وجه تميم، داعية الشعب القطري إلى الاصطفاف ضد النظام الحاكم في قطر الذي ارتمى في أحضان الغرباء، والكف عن دعم الإرهاب، والتوقف عن إيواء الكيانات المتطرفة وتمويلها، والعودة من جديد إلى الصف العربي والخليجي.